بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. يقول تعالى في سورة الإسراء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. لما ذكر جل وعلا الأوامر والنواهي المتقدمة عند قوله جل وعلا: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. أفأصفاكم، الهمزة للاستفهام والاستفهام ذا التقريري الإنكاري، فيه لوم لكفار قريش حيث قالوا الملائكة بنات الله، حيث قالوا الملائكة بنات، وهم بنات الله ونحن نعبدهم لقربهم من الله جل وعلا. فرد الله عليهم مقالتهم هذه ولامهم فيها كلها، قال لهم: أخصكم الله بالبنين؟ أجعل البنين لكم وهو اتخذ البنات؟ جعلتم عباد الله الذين هم أكرم الخلق على الله أو من أكرمهم على الله جعلتموهم إناثا؟ أشهدوا خلقهم؟ ستكتب شهادتهم ويسألون. أفأصفاكم ربكم، وقال جل وعلا ربكم تنويها بأنه هو المعطي وهو المصفي وهو المميز. أميزكم بالإناث، أميزكم بالذكور وجعل الإناث له؟ هذه قسمة ضيزة. أفخصكم ربكم بالبنين، ما دام أنه هو الذي يعطي وهو معروف أنه الخالق الرازق، فلما يأخذ الأدنى ويعطيكم الأعلى؟ أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا.
واتخذ من الملائكة بنات له، هل يليق هذا؟ أين عقولكم؟ أين تمييزكم؟ أنتم إذا أعطاكم الله البنت استحييتم وغطيتم وجوهكم وابتعدتم عن الناس حياءً وعدم مقابلةً للناس، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودًا وهو كظيم. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثًا. البنين مجرور بالياء لأنه جمع مذكر سالم بالبنين، وليس مجرورا بالكسرة. واتخذ فعل ينصب مفعولين، إناثاً هو المفعول الثاني، واتخذ من الملائكة إناثاً، إناثاً المفعول الأول، والملائكة المفعول الثاني. واتخذ من الملائكة إناثاً بناتاً له تعالى وتقدس. أين عقولكم؟ أين تمييزكم؟ أين معرفتكم؟ وإنما الشرك والكفر يعمي ويصم. كما قال اليماني لمعاوية لما قال له: ما أجهل قومك حينما قالوا: اللهم باعد بين أسفارنا. فقال له اليماني: ما أجهل من قومي إلا قومك حينما قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وائتنا بعذاب أليم. فرق بين القولين. فهؤلاء أجهل وأجهل وأجهل: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وائتنا بعذاب أليم. لو رشدوا لقالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه أو فوفقنا للأخذ به والعض عليه بالنواجذ. إنكم لتقولون قولا عظيما، قولا شنيعا، قولا فظيعا، قولا مخزي. تصفون الملائكة الكرام الكاتبين بأنهم إناث، إنكم لتقولون قولا عظيما كبير، عظيم الإثم لأنه افترى في كل ناحية، افترى في كون الملائكة إناث، وافترى في كون هذه الإناث بنات الله، وافترى في عبادتكم إياهم. إنكم لتقولون قولا عظيما. ولقد صرفنا، اللام هذه موطئة للقسم، وقد حرف تحقيق. ولقد صرفنا، ميزنا وبينا وأوضحنا في هذا القرآن
ولقد صرفنا في هذا القرآن، يصح أن تكون في زائدة للتأكيد، ولقد صرفنا هذا القرآن ووضحناه وبينا مواعظه وزواجره وأوامره ونواهيه حتى صار واضحا جليا لا إشكال فيه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، وقد تحداهم الله جل وعلا بأن يأتوا بمثله فلم يستطيعوا، فتحداهم أن يأتوا بعشر سور من مثله فما استطاعوا، ثم تحداهم أن يأتوا بسورة واحدة من مثله فما استطاعوا، عجزوا وهم الحريصون كل الحرص من أجل الكلام في القرآن وسبه وما إلى ذلك أو مشابهته ما يستطيعون ذلك. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا من أجل التذكر والاتعاظ وقبول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم والاستجابة لدعوته، ليذكروا فما يزيدهم إلا نفورا. ما زادهم زيادة الإيضاح والبيان إلا نفورا وإعراضا. وقالوا قبل أن تنزل عليهم هذه الآيات لو أتانا ما أتى فارس والروم اليهود والنصارى لاستجبنا لدعوة الله، فلما أتاهم ما يتمنون ما زادهم إلا جهلا وضلالا. وما يزيدهم إلا نفورا، والنفور هو الإعراض وعدم قبول الحق وإن كان واضحا جليا. اقرأ. يقول تعالى رادا على المشركين الكاذبين الزاعمين عليهم لعائن الله أن الملائكة بنات الله، فجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، ثم ادعوا أنهم بنات الله ثم عبدوهم، فأخطأوا في كل من المقامات الثلاث خطأ عظيما. فقال تعالى منكرا عليهم أفأصفاكم ربكم بالبنين، أي خصكم بالذكور، واتخذ من الملائكة إناثا، أي واختار لنفسه على زعمكم البنات، ثم شدد الإنكار عليهم فقال إنكم لتقولون قولا عظيما، أي في زعمكم أن لله ولدا، ثم جعلكم ولده الإناث التي تأنفون أن يكن لكم، وربما قتلتموهن بالوعد. الوعد قتل البنت حية، كان الواحد منهم يضيق ذرعا بالبنت، فإذا ولدت له ربتها أمها حتى تترعرع وتكبر قليلا، ثم يقول لأمها زينيها أريد أن أذهب بأخوالها إلى أخوالها لتزورهم، فتزينها وتلبسها، ثم يذهب خارج البلد ويحفر لها حفرة ويقول ناظري ماذا في هذه الحفرة، فإذا نظرت دفعها بقوة ودهال عليها التراب.
والكلب يربيه ويصيد له الصيد ويطعمه أحسن اللحم وأحسن الكلام وأحسن الأكل. هذه عقول فاسدة، عقول الجهل والضلال. تأيد البنت يقتلها، وربما وأد الولد بعدهم حتى يأيد الابن الذكر خشية أن يطعم معه. ولما قيل له ابنتك قال والله ما هي بنعم الولد، ولما؟ قال نصرها بكى وبرها سرقة. نصرها يعني إذا وجدت أباها مهضوما أو مظلوما ما تستطيع تحمل السلاح معه وإنما تبكي، وبرها إذا برت بأبويها سرقة من مال زوجها إن كان لها زوج. وهذا جهل وضلال، ما يحتسب تربيتها عند الله جل وعلا. من ربى ثلاثا من البنات كن له يوم القيامة سترا من النار. فقال السائلة يا رسول الله واثنتين؟ قال واثنتين. المؤمن يحتسب النفقة عند الله جل وعلا، ويحتسب التربية عند الله جل وعلا، ولا يدري في أيهما النفع، في الذكر أو في الأنثى. وربما أتت الأنثى بولد يساوي آلاف الرجال. كابنتي ولدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أتت بعمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه الذي عاد في العصر الذي وجد فيه إلى عهد الصحابة رضي الله عنهم، وكان يسأل رضي الله عنه عن سيرة عمر لأن عمر جده لكن ما أدركه، فيسأل عن سيرة عمر لعله يتشبه به رضي الله عن الجميع. فما يدرى أيهما أنفع للإنسان، الولد أم البنت؟ فالبنت قد تأتي بالولد العظيم الذي يفتخر به جده وجده الأعلى والقريب والبعيد. الجاهلية الجهلة، الضلالة العمياء، ما يميزون بين الخير والشر، وربما سألوا شيئا يضرهم كما قال الله جل وعلا عنهم، قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. هل يقولها عاقل؟ فالوعد قتل البنت حية، يعني دفنها حية حتى تموت. فتلك إذن قسمة ضيزى. وقال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ويقول تعالى
ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من ولقد صرفنا في هذا القرآن ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا، أي صرفنا فيه من الوعيد لعلهم يذكرون ما فيه من الحجج والبينات والمواعظ فينزجرون عما هم فيه من الشرك والظلم والإفك، وما يزيدهم أي الظالمين منهم إلا نفورا، أي عن الحق وبعدا عنه. هذا وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بحفظ كتابه والعمل بما فيه وتلاوته آناء الليل وأطراف النهار، إنه سميع مجيب. يقول السائل: مرض قلبي وأصبحت أبغض كثيرا من العلماء وأغتابهم، فما هو السبيل للنجاة من هذا المرض؟ هذا مرض النفاق والعياذ بالله، بغض العلماء علامة النفاق، لأن العلماء هم السرج الوضاعة في المجتمع، هم الذين يرشدون الناس إلى الاستقامة على الحق ويدعونهم لذلك ويرغبونهم فيه، ومن أبغضهم فقد أبغض ما جاءوا به وهو الحق، فعليه أن يبادر بالتوبة قبل أن يموت على هذا النفاق، فالنفاق مرض شديد يدخل إلى النار، وربما يكون في أسفل النار والعياذ بالله، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. والله جل وعلا حذر من صفات المنافقين في آيات كثيرة من كتابه، في صدر سورة البقرة وفي غيرها من السور، وأنزل سورة كاملة في المنافقين، فليحذر المسلم ذلك ما دام حيا قبل أن يموت على هذه الخصلة الشنيعة الخبيثة. يقول السائل: أنا أغسل الكلى ويصل أو يدخل وقت الصلاة وأنا على آلة الغسيل، هل أصلي أم لا؟ لا يا أخي، ما يسوغ لك أن تصلي في هذه الحال، وقد لا تتمكن من الركوع والسجود وأداء الصلاة، وإنما لك أن تقدم إذا دخل الوقت تصلي الصلاة الحاضرة والصلاة الآتية، أو تؤخر الصلاة الحاضرة فتصليها مع الصلاة التي لم يصل وقتها. فمثلا إذا دخلت في الغسيل بعد دخول صلاة الظهر، فعليك أن تصلي صلاة الظهر والعصر معا جمعا، جمع تقديم، وإن دخلت فيها بعد صلاة بعد الوقت، إن دخلت فيها قبل وقت صلاة الظهر فعليك أن تؤخر صلاة الظهر حتى تصليها مع العصر قبل غروب الشمس، فالوقتان لصاحب العذر وقت واحد، وكذا صلاة المغرب وصلاة العشاء، إن دخلت قبل المغرب فأخر المغرب مع العشاء في آخر الليل، وإن دخلت قبل بعد المغرب فعليك أن تعجل العشاء مع المغرب وصليهما جميعا. يقول السائل:
يقول السائل يا شيخ هذه أمانة عندك، ادعو الله أن يصلح لي سريرتي فإني مفتون والله المستعان. هذا نموذج من الأسئلة. اسأل الله جل وعلا أنت، اسأل الله في الأسحار في وقت الليل في هدوء الجو أن يصلح لك ظاهرك وباطنك وأن يعافيك من كل سوء. تضرع إلى الله جل وعلا بنفسك، وأنا أرجو الله جل وعلا أن يصلح لي ولكم وله وللجميع السريرة والظاهر والباطن منا، إنه سميع مجيب. يقول السائل: جرت العادة في بلدتنا أن النساء لا يأخذن ميراثهن ويتنازلن فيه لإخوانهن دون أبنائهن، ما رأي الشرع في ذلك؟ هذا تنازل جاهلي يحمل المرأة على أن يأخذ بآداب وأخلاق الجاهلية، هم الذين لا يورثون النساء. فالله جل وعلا جعل الميراث للورثة الذين ذكرهم في كتابه العزيز، الذكر والأنثى، ولا يميز أحدا عن الآخر إلا بما ميزه الله جل وعلا في قوله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. حذاء المتوفى ولباسه وإزاره ومشلحه وغير ذلك من ثيابه كلها مشتركة بين الرجال والنساء، إلا أن تصدقوا بها عن الجميع فلا بأس، لكن كون يتميز فيها الذكور دون الإناث أو يتميز في بعض الأشياء الإناث دون الذكور فهذه قسمة جاهلية يحرم للمرء أن يأخذ بها، ومن أخذ بها فهو على خصرة من خصال الجاهلية، فهو على خطر عظيم من سوء الخاتمة. ولما تحرم البنت من مال أبيها؟ البنت تملك والولد يملك وكل يأخذ نصيبه، ولا يجوز لأحدهم أن يطغى على الآخر، لا الكبير ولا الصغير ولا الذكر ولا الأنثى. قسمة الله جل وعلا أعدل قسمة، ولا يجوز للمرء إذا قربت وفاته أو كبرت سنه أن يقسم بين أولاده فيجور في القسمة، يقول هذا لفلان وهذا لفلان وهذا لفلانة، هذا حرام ولا يجوز. إنما الواجب أن تقسم التركة كما قسمها الله جل وعلا. يقول السائل: حججت قبل 4 سنوات على أذكر هل ولا أذكر هل سعيت بعد الطواف الإفاضة أم لا، فما الحكم والعمل؟ ما عليك في هذا شيء ما دام أنك لم تتذكر السحي الآن، ما عليك في هذا شيء. أنت حججت وأديت الحج كما أداه المسلمون، ولا يلزمك أن تنقب عن كذا ولا عن كذا. يقول السائل: سمعت أحد الإخوة يقول أن قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين كان يروي قصة وأد ابنته أنها من كذب الروافض ولا أصل لها، فهل هذا صحيح؟ هذا هو الأقرب والله أعلم.
وإن كانت صحيحة فليست مستحيلة ولا صعبة، لأن زمن الجاهلية يختلف، زمن الجاهلية يختلف، فالإنسان في الجاهلية لا عقل له. يقول السائل: ما حكم من طاف بالبيت ولم يصلي خلف المقام، هل يقضي عدد الركعات؟ صلاة الركعتين خلف المقام هذه من سنن الطواف، فمن أتى بها في وقتها فحسن، وإذا فات محلها فإنها سنة، فات محلها فلا إثم عليه. يقول السائل: هل يجوز لعن المعين؟ إذا مات على الكفر والضلال فيجوز. يقول السائل: امرأة وضعت في رمضان فلم تقضي صيامها إلى الآن، ورمضان قريب، وهي ترضع الآن ولا تقدر على الصيام، فماذا تفعل؟ لا حرج عليها إن شاء الله، ما دامت لم تقضي وهي مشغولة بالحمل والرضاع وما إلى ذلك، فما يلزمها القضاء الآن، وإنما إذا ذهب رمضان هذا وانتهى فإنها تقضي رمضان الفائت ولا حرج عليها، لأن المرأة لا يجوز له أن يؤخر قضاء رمضان إلى رمضان الآخر، فإن أخر بلا عذر لزمه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، وإذا كان بعذر فلا بأس عليه ويقضي عدد الأيام التي أفطرها. فمثلا هذه المرأة أفطرت 20 يوما من رمضان مثلا، أو أفطرت كل رمضان من أوله لأنها نفساء، وبعد النفاس أصبحت ترضع، وبعد الرضاع ربما حملت مرة أخرى فشق عليها القضاء، فلا حرج عليها، هذه أعذار لها، وعليها أن تصوم رمضان الحاضر بنية الحاضر، وتؤخر قضاء رمضان الفائت إلى ما بعد رمضان. يقول السائل: بعد الطواف بين العصر والمغرب هل يجوز ركعتين؟ إذا طفت بالبيت في أي ساعة شئت من ليل أو نهار فيستحب لك أن تصلي ركعتين استحباباً لا وجوباً، فالركعتان مستحبتان وليست بواجبة، فمثلاً طفت قبل المغرب وانتهيت قبل المغرب ب10 دقائق فلا بأس عليك أن تصلي ركعتين سنة الطواف، أو دخلت المسجد قبل المغرب فلا بأس عليك أن تصلي تحية المسجد قبل المغرب، ولا حرج في هذا كله، لقوله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار، وقال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. يقول السائل: رجل مسلم عمل في ديار الكفار فتزوج خادمة مسلمة لأحد الكفار، وأشهد على هذا الزواج 2 من الكفار وتم الزواج ثم أنجب منها ولد، فما حكم هذا النكاح؟ هذا النكاح غير صحيح. يقول عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي،
وأيما امرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. إن اشتجر الأولياء وتمنعوا من تزويج مولاتهم فعليه أن يراجع الحاكم الشرعي إن كان في البلد حاكم شرعي، وإن لم يكن فيها حاكم يراجع الجمعية التي تقوم بشؤون المسلمين في تلك البلاد. يقول السائل: أتيت إلى مكة قبل أسبوع تقريبا للعمرة، وسفري يوم غد إن شاء الله، وبعد صلاة الظهر. السؤال: هل يجوز لي أن أجمع صلاة العصر مع صلاة الظهر أو بعد صلاة الظهر بغية الأجر، وهل أقصرها أم أصليها تامة؟ لا يا أخي، ما دمت جالس هنا لمدة أسبوع فقد انتهت أوقات القصر والجمع في حقك، فعليك أن تصلي الظهر في وقتها، وإذا دخل وقت صلاة العصر وأنت في أي مكان فتصليها. أما أن تجمعها مع العصر، صلاة العصر لا تجمعها مع الظهر لكونك تريد سفرا، أما إذا سافرت فنعم لك أن تجمع، وقبل أن تسافر ليس لك الجمع. يقول السائل: هالك عن أب وأبناء ذكور وإناث وإخوة أشقاء ذكورا وإناثا. الأب له السدس لوجود الأخوة البنين، لوجود البنين الإبن، والأبناء لهم الباقي، وليس للإخوة والأخوات شيء. السؤال الأخير: لقطة الحرم. يقول السائل: ما حكم اللقطة في الحرم؟ اللقطة اللولى للإنسان ألا يأخذها، وإنما يدعها في مكانها، لأنه أقرب لوجود صاحبها، ربما فقدها ورجع يبحث عنها فإذا هي قد أخذت، وكونه يتركها في مكانها خير له، أولى له من أخذها. وإذا أخذها فيلزمه تعريفها ولن يتخلص من التعريف. والمسألة فيها خلاف عند بعض العلماء، هل تملك لقطة الحرم بعد التعريف أو لا؟ يقول السائل: اسمي عبد المطلب، هل أنا آثم إذا أبقيت الاسم هذا مع العلم أن الاسم هذا مشهور وأيضا هو في الهوية وفي الشهادات، فكيف أفعل الآن؟ لا بأس عليك، اسم عبد المطلب لا بأس به، ليس من العبودية التي هي التذلل والخضوع، وإنما عبد المطلب من قولهم هو عبد فلان، يعني أن هذا ملك لعبد المطلب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: حاشا عبد المطلب، فالمطلب هذا عم عبد المطلب، ذهب إلى المدينة وأخذ عبد المطلب
وخذه من أمه فرفضت أن تسلمه له لأنه عند أخواله في المدينة جد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها إنه يملك مكة ملك آبائه وأجداده، فقالت إذن خذه معك ما دام يحصل له ملك خذه معك، فأخذه وأردفه خلفه وهو متوجه إلى مكة. فلما وصل مكة وإذا الغلام قد اسود بشرته فرآه أهل مكة معه فقالوا هذا عبد المطلب، عبده، يظنون أنه عبده رقيقه، يظنون أنه اشتراه من المدينة. قال هذا ليس بعبدي، هذا ابن أخي، ابن أخي. قالوا هذا غلب عليه اسم عبد المطلب، فهو عبد، عبد المطلب يعني عبده رقيقه. يقول السائل: أرى في المنام ثعبان يلف حول جسدي ويقوم من النوم خائفا بدون شعور، لكن أرفعه عني بعد خوف، أفتوني جزاكم الله خيرا. عليك أخي إذا أردت أن تنام أن تقرأ فاتحة الكتاب وآية الكرسي والمعوذتين وسورة الإخلاص، وأن تدعو بالدعاء الوارد: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، فبإذن الله تسلم من الرؤى الخبيثة والتي تزعجك. يقول السائل: جئنا من الجزائر وأدينا العمرة، فهل يجوز لنا أن نعمل عمرة أخرى من مسجد عائشة؟ لا يا أخي، ما دمت في مكة فلا يسوغ لك أن تخرج للإتيان بعمرة أخرى، وإنما إن سافرت إلى المدينة أو إلى جهة ما، جدة أو الطائف أو غيرها، ورغبت في العمرة فتحرم من تلك الجهة وتقدم إلى مكة بعمرة. يقول السائل: سعيت بين الصفا والمروة وشككت في عدد الأشواط، أهي 5 أو 7؟ فأقبلت بشوطين وترجح عندي أنهن 7 فزدت احتياطا. هكذا ينبغي للإنسان إذا شك في السعي أو شك في الطواف أن يبني على اليقين، واليقين هو الأقل، فإذا شك أطاف بين الصفا والمروة 5 أو 7 أو 7 أو 8 أو 2 أو 4 فيجعلها العدد القليل ويكمل سعيه. وهكذا في الطواف بين الصفين حول الكعبة يبني على اليقين الذي هو الأقل، فإذا بنى على اليقين فلا بأس عليه حتى لو زادت. يقول السائل: رجل هلك عن امرأة وبنت وأب وأم مطلقين، كيف تقسم تركته؟ هلك عن امرأة يعني زوجة وبنت وأب وأم مطلقين، كيف تقسم تركته؟ التركة لا دخل لها في الطلاق، الأم تأخذ السدس والأب يأخذ السدس
لوجود البنت، والمرأة لها الثمن لوجود الأولاد لوجود البنت، وما بقي يأخذه الأب تعصيبا. فالمسألة المرأة لها ثمن والبنت لها النصف، وأب وأم لهما كل واحد منهما الثلث، السدس لهما الثلث، الثلث في باقي بين الفرق بين الثمن، بين ثمن الزوجة وثلث والثلث يكون للأب تعصيبا. يقول السائل: أشتغل في الصحراء وأقرب مدينة لنا 70 كيلو تقريبا، ولدينا في المساكن أو في السكن مسجد، فهل نقيم صلاة الجمعة علما أن مدة المشروع قد لا تتجاوز السنة الواحدة ولا يوجد سكان بجوارنا؟ هذا لا يخلو، إن كنتم مستقرين في هذا المكان فتلزم الجمعة، وإن كان لا استقرار فيه فلا تلزم الجمعة. هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح والبصيرة في الدين، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.